السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد، على أفضل الصلاة وأتم التسليم. يا جماعة شير مشاركات، الله يفعله هجوم، الله يفعله بلاغات. أنا ما قدرت أطلع قبل نص ساعة، الناس دي ساكنة في الصفحة، بجد الناس ساكنة في الصفحة، الناس الطبالين، الناس الصفاقين. شير يا جماعة ملصقات، ادونا شير، ادونا ملصقات عشان الصفحة ما تتقفل، وعشان الله يفتح. انا بلقى الصفحة فاتحة بشتغل، لقيتها قافلة نعمل شنو يعني؟ عشان كده قاعد اقول لك شير ملصقات، بليس شير ملصقات. وحات اتز بتاعك بنت المهد، الجزء بتاع بنت المهدي، بدون شير مصغات. اولا يا جماعه بالنسبه للخرطوم، ويك نزلنا لك فيديو يا جماعه، اطمئنوا والناس تطمئن. الخرطوم والله العظيم شبه خاليه، لا تسمع في اشاعات. بيقول لك اول حاجه في قبه كبيره جدا، في قوات امميه جات في بورسودان، في سفن، وقال لك في هنا كذب. اسمع الكلام، كذب. السودان ده ما هناي، السودان ده دولة، دولة بحجم غارة، فوق 48 مليون، عنده جيش، فوق شعب طالع بيقدر يحمي نفسه. قصة تطلع ويقول لك في قوات أممية وجايبيننا من وين، وده كله طلص طلص، سواقة بالخلع طلص. الشيء الثاني، لا في طيران نزل في الخرطوم، ولا في طيران نزل في مطار الخرطوم، ولا في طيران خاص نزل هناك، طلص كل الشغل. لما الان الموضوع بقى في اللحم الحي، والناس بقت تدق في الحته الصح، وتشغل تطلع بسواقات عجيبات. في اللي بيطلع يقول لك والله الجنود ما عندهم سلاح، وفي اللي بيقول لك والله انت في التشوين حقه ناقص وما عندهم مواد تومينيه، وده كله لانه هبشنا الصنم حقهم، لانه هبشنا لهم صنمنا اللي بيعبدهم. انا بقول لك الحقيقه وبديك الحقيقه، ما عندنا مصلحه ولا عندنا الا وطننا. وقلت لك مليون مره، انا لو لقيتني كلامي ما مقنع ما تتابعني، ولا في حاجه بتجبرك، حكم عقلك فكر. لقيت الكلام ما مقنع خلي لي هنا، انا ما هنا في النهاية انا بشر، انا ما داير نساك زي زمانك. يجيبوا لنا ناس يمشوا معنا في طريقنا، يدعمونا، داعمين للجيش، داعمين ها، وكلنا نمشي. بعد شوية يدونا الاوردر يقوم يتفزر، تزالوا مالك يا زول، ما فينا دي صفحتي وانا حر فيها. ودي الحقيقة، عندنا امثلة كثير ونموذج كمية. احنا ما دارين نخسر وطن. المعركة الآن بين الحق والباطل، المعركة الآن بين العملاء والشرفاء، المعركة الآن ما فيها في النص. المعركة الآن لا تقول لي سلطة، ولا تقول لي حكومة مدنية، ولا تقول لي ولا تقول لي. يا السودان في، يا السودان ما في، يا السودان تفكك والجيش يتفكك الآن، يش جيش ثبت والدولة السودانية موجودة، ما في خيار ولا تلف ولا تدور. مختصر مفيد، احنا دارين وعي اكتر من اي حاجة تانية. شير يا جماعة، شير بليس، ادونا شير، ادونا شير مشاركات عشان اللايف. انا شايف عليه هجوم، ادونا شير. الصفحة انا نص ساعة بحاول افتح ما فتحت. الكلام ده ما دارين انكم تسمعوا، دارين انكم تسمعوا الحاجة اللي هم بيقولوا عليكم، الطلس اللي هم بيجيبوا لكم، الكذب اللي هم بيكذبوا عليكم بيه، التصوير اللي بيصوروا لكم انه الجيش مهزوم، لا عنده لا عنده لا عنده. جيشك عنده اي حاجة؟ مواد تومينية والله تكفي 10 سنة، سلاح يكفي مليون سنة، ذخيرة موارد بشرية والله امسك. جيش كامل، الدول الشعبي كله جاهز، مستنفرين، ولا نقطة في بحر المستنفرين الآن.
كمية كبيرة، ما عندك أي خوف. البلد إحنا انتصرنا، كجيش انتصر، كدولة انتصرت، كمؤسسة انتصرت، لكن الانتصار ده إعلانه بكلف، مكلف بالنسبة للمحاور، بالنسبة للعملاء، بالنسبة للناس الباعت، بالنسبة للناس اللي ما عندها، بكلف كبير كثير جدا 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 جدا. دارين الانتصار ده يدسوه منك، يغلفوا لك بغرفة، يجيبوا لك طرس، يقول لك طالما خلاص الناس دي انتشروا في ولاية ولايتين ثلاثة ولايات، احنا منعا ل شنو منعا لشنو، وعشان ما إراقة الدم السوداني خلونا، والناس دي ونحنا وأولاد بكرة والكلام النيدة دي الحقيقة. يعني لو الانتصار ده والله مفروض من الشهر الأول يطلع برهان يقول انتصار ده، والآن عندنا حرامية قطعين طرق، موضوع انتهى، انتهت يعني المعركة انتهت. الآن الخرطوم قبيلك شفنا الفيديو، الناس لافين والليمور والأسواق والمواصلات، ما في حاجة. الجيش في مدربان لافي وبتفقد الناس، ما في حاجة. زقاقين ثلاث زقاقات في مدرمان فيهم غناصين، دي كل المشكلة. جوا اللي زاخت اليوم كمية بتاعت مختطفين ولا أسر، مختطفين دي القصة. يعني معركة انتهت، الآن طلعوا برا يتشروا في الجزيرة، قوتهم قلت، هل عندهم مقدرة يسيطروا على الولاية؟ كذب. هل عندهم قدرة يمسكوا الجزيرة دي ويأمنوها من أول؟ كذب، شغل إعلامي، انتشار بتاع شغل إعلامي الساعدون على الانتشار ده، الخونة الساعدون على الانتشار ده واللي بيتفرج فيهم الخونة، عشان يثبتوا أنهم موجودين. هل جلحة كان من الأول موجود؟ كان موجود من ضمن الجنجويد من الأول من الدعم؟ ما في، جبتين جليه شهرين ولا ثلاثة. كيك كان موجود من الأول؟ ما في، جبتين برضو ظهر له ثلاثة شهور. وين الناس الأول؟ كلهم دنيا زايدة، الفضل فيهم هذاك عبد الرحيم دقلي ومجنون، الفضل فون الجوفاني ومجنون، لكن الدعم السريع انتهى، كمؤسسة انتهت. انا بديك حاجة، الليلة ناس الحاج عبد الله شافوا له منظر غريب، شافوا شنو؟ شافوا لون عربية بتاعت سارينا بتاعت دعم سريع، واو 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 ماشي قدام وسايق لها ناس بورا، سالوا في ناس بيسالوا دين منو دين منو، قال لهم دي اسر قحاطيه ناقلينها، اسر قحاطيه بالسارينا بتاعت الجنجويد، اسر قحاطيه، اسر عديل، انا بقول لك الحقيقه، اسر 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 قحاطيه ناقلينها من منطقه لمنطقه، اسر بتاعت القحاطه اللي هم الان السايقين المعركه، سايقنا بالطابور الخامس، سايقنا بالخلايا الميتة جوش، سايقنا بالعملاء، سايقنا بالرمم، سايقنا بالخنايد، سايقنا بالقواديم، سايقنا بكفيله، بيجيبوا في المرتزقة من ليبيا وما جديد عليهم ولا الواحد بنتهش. عملوها أبهات، عملوها 76، وقبل 76 عملوها أجداد مجاعة السنة 6. دي ده العرق دساس، الحاجة دي بيشوفها دي، وإحنا مندهشين وموجودين، ما بكونوا قحاطة، والقحاطة مفروض ترجعوا لصوابكم، ده صوابنا القحاطة، الشايف فوق الآن ودعمه للتمرد والمرتزقة، ده الصواب حقهم، صوابهم منو برجعوا له؟ ده صوابهم، ده لو ما عملوا كده ما يكونوا أولاد الأسر الغزرة، لو ما سووا كده ما يكونوا أولاد الأحزاب الرمم الخنايد، لو ما عملوا كده ما يكونوا أولاد القوادين،
الجوادة دي ورثة أبا عن جدا عن ليه سابع جد ورثة الجوادة عندهم ورثة. أزال التاريخ 1919 1919 في قصة في الحاجة دي قصة فكاهية. بعد ما مشوا بريطانيا وخضعوا وسلموا السيف حقه وباركوا ليه الانتصار في الحرب العالمية ولبستنا الصليب، طلبوا منا طلب، قال لها والله السودان ده فيه الذهب وفيه العبيد وفيه الخيرات وفيه، تعالوا احكمونا تعالوا احكمونا. دي الحقيقة. العمالة دي اللي الستة مستغرب فيها وبتقول والله انا ما مصدق ودي المستحيل ودي ده ما دي 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 جينات جينات بتاعت العمالة جوا. الواحدة بالدواء بيرضعوا العمالة، ترضع العمالة ترضع العمالة. أسي زينب ده النخرة في زينب دي، دي نخرة بتاعت بني آدم طبيعي. شوف الشكل ذاته ما هي سبحان الله، يعني ما هي أهل ربنا سبحانه وتعالى. أنت ربنا احتمال تكون ما مقبول شكلك، لكن فيك عندك حاجات كده بتجعل منك قبول ما طبيعي. القبول ما بالعيون الكبار ولا بالوجنات ولا لا لا لا، احتمال عندك أي حاجة لكن مكروه شكلك ده. نشوفه زي الشيطان لما تفتح خشمك تتكلم عبارة عن شيطان. دي الحقيقة. الناس ديل يا هون الآن اللي انت شايفه ده شيء طبيعي بالنسبة للعمالة حقتهم والوساخة حقتهم والرخصة حقتهم وكل حاجة سيء يا هو في الناس ديل. الناس ديل الآن للآن العامليون الغطى منه البرهان، المانع من محاكماتهم منه البرهان، المانع تطلع لهم اي احتغال منه البرهان، المانع جهاز الامن يقبض منه البرهان. الان هون اللي بيكونوا قاعدين جوا السوس اللي بينخر في الولاية الامنة بيخشوا لها دي للسوس، بيخشوا لها بالمنظمات، بيخشوا بها بالحاجات الاعمال الخيرية، بيخشوا بها الشغل اللي هنا زي الدائرة تعمل كانت نصها راجل ونصها مرة، ديك الدائرة تعمل النسوية وما النسوية والنسوية العاملة إيقاف الحرب، نصها ذكر ونصها انتاية، ديك البي فوق ذكر وبتحت انتاية، ما شفتوها براكوت بتشبه نيكيتا كولوف، ديك اللي كان ديك من النوع اللي بيدخلون جوا، اللي بيدخلون جوا عشان يشتروا منظمات دعم أسر مسكينة فقيرة يستغلوها يدفعوا ليها. ديل بيخشوا كده، ده سوس. يعني ما تستغرب تجينا تقول لنا تعمل فيها والله السبب الله يجازي كيزان، وقسما بربي الذي خلقني الكيزان ديل والله أفضل منكم مليون مرة، وقسما بالله خليتونا نقول بالفم المليان يحليلون، وصلتونا مرحلة يحليلون. دي الحقيقة. أنا وطني بشوف هسه ضايع ومنتهي ومكسر ومهدم، وهن نازحين ولاجئين وضايقبون الأرض. حقول شنو؟ حقول شنو يعني؟ حقول شنو؟ حجينا تقول لي والله المدنية تمنع، ما في مدنية بيدفعوها كده، ولا ديمقراطية بجيبوها بالحرامية ولا بأولاد الحرام. ياتوا بلد بنوا أولاد حرام، ياتوا بلد بنوها رمم، ياتوا بلد بنوها فاقد اخلاقي فاقد تربوي فاقد وطنيه، ياتوا بلد تتبند بالعماله، ياتوا بلد ادونا بلد جابوا فيها زول شريف بدعم له متمردين جايين من برا مرتزقه من كل الدول. ده ما تمن احنا بندفعه عشان تتبني الدوله المدنيه، لا لا، التمن اللي بندفعه ده التمن اللي احنا تفكينا منكم، ده تمن أننا اتعتقنا منكم، ده التمن اللي بندفعه نحن من الدولة اللي كانت حتضيع أولادنا
وتضيع تاريخنا وتضيع بلدنا، ده الثمن اللي بندفعه. الثمن ده ما ثمن مدنية، لأنه ثمن المدنية دفعنا دم 10,000 شهيد من أولادنا، خيرة شبابنا طلعتوهم المناصب، قتلتوهم ورميتوهم في المشارح، لا دفنتوهم لا جبتوا لهم حقهم، خليتوا الفيران للآن ياكلوا فيهم. ده الثمن دفعنا للمدنية، ويا ريت لو كان حي ولا سوى قصادكم حاجة، بالعكس هل من مزيد. الآن الدم، وقفوا الحرب، الدم اللي كان بيسيل. لما نقول لكم يا جماعة الناس تسلح، يا جماعة الناس تشيل سلاح وتطلع، ما في حاجة اسمها اصبعين، تقول لنا في دولة مدنية بتجي بسلاح؟ في دولة مدنية بجيبوها بطلقة؟ لا لأن احنا سلميين، الطلقة ما بتقتل، بيقتل السكات، اطلعوا الشوارع، ما تشيلوا سلاح، اجيبوا موتوا. الكلام ده بيقولوا منو؟ ما بتقولوا انت يا كذابين يا اولاد الحرام، ما بتقولوا انت يا اولاد الحرام، وقسما برب الذي خلقني انت اولاد حرام. اولاد حرام دي ما بنقول حقيقة، لو دارين ننكت التاريخ اقسم بالله ما نطلعكم اولاد حرام، الله ينعنا. تقال ان احنا ما عارفين تاريخنا، ما عارفين التواريخ بتاعت الاسر، اللبو منو، المزيف منو، ود الحرام منو، كله عندنا. والله العظيم نقطع عليكم لسانكم، ده تاريخ، ده ما كذب وطلص، دي جينات. والله نطلع الناس من المغابر نفحص لها، انتم بتلعبوا علينا؟ شو اللي بتاعت فاقد اخلاقي؟ شو اللي بتاعت ربا؟ شو اللي بتاعت جوادين ما عندهم شرف ولا عندهم اخلاق ولا ادبارات؟ دارين يبيعوا الوطن وفاكريننا نحن خلاص، دارين يطلصوا يطلعوا، واحنا بنقنع الشعب، بتقنعوا الشعب بانه حميدتي حي، احنا اقتنعنا. ايه حميدتي حي؟ طوص فيك وفي ابوكم واحد ورا الثاني. حميدتي ماتوا شبع موت، انتوا اقنعونا انكم انتوا احياء، خلي حميدتي، انتوا اقنعونا انكم احياء، خلي حميدتي، انتوا اقنعونا انكم انتوا احياء، احنا عندنا انتوا ميتين. دي الحقيقة. انتوا غير البلا والشقا والدمار ما جبتوا لنا حاجة. ما تتكلموا في الكوز، والله العظيم، والله عيب عليكم، والله منه منكم. ده انا اصلا ما اتكلم في كوز، لانه الكوز ده لو فاسد مرة انتوا فاسدين مليون مرة، ولو الكوز ده حرامي مرة انتوا حرامية الف مرة حرامي، قسما بالله الف مرة حرامي. ما تتكلموا شماعة بتاعت كوز وما كوز، وين الكوز؟ اسا الكوز لو في ما الناس والدولة رجعت الدولة، الناس بتقول لي مرحب، دي ما دولة. احنا عمرنا ما كنا نتخيل نكون كده، دولتنا تصل كده. شو اللي بتاعت عطالة برا؟ اولاد بارات رمم قوادين، واحد بتصرف عليه مرته ودته امريكا، معفن خزر واطي، ما عنده شرف ولا عنده اصل، منبوز من اهله، يتكلم يعمل نفسه الجيش حق ابوك يا ولد الحرام. انت ارجل معاه مرتك السايقاك دي، هل بتصرف عليك دي البنية الصغيرونة دي؟ انت ابقى راجل، هو في قحاطي راجل كلكم بتصرف عليكم من العرق من السرير، اوعك تفتح قدومكم، اقسم بالله العظيم نغطيكم ونفرشكم. افيكم راجل؟ ما فيكم راجل. السودان ده والله ما تخش، اقعدوا جعجعوا برا زي اخواتكم، وقسما بالله يا ريمم، وقسما بالله يا ريمم، الشافوهن اقسم بالله العظيم اضعاف 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 فيكم وفي اهلكم، ما بعيده. اضقناه والله تضوقوا زيه مليون، اشوفناه واقسم بالله العظيم تعانوا وكعب منه. نقول لكم بالواضح، لو برهان ده بيحميكم اللي يحمي نفسه، برهان ده والله اللي يحمي نفسه، والله برهان اللي يحمي نفسه من الجاي. بالنسبه لنا برهان انتهى، نحن اللي يحمي نفسه من الجاي، اللي يحمي نفسه من الجاي، برهان ده اللي يحمي نفسه، والله البحر ما يشيله. دي الحقيقه،
احنا خلاص احنا دفعنا ثمن، والان اهلنا كلهم كلهم عارفين نفسهم انهم الحصل لهم دابة في علمه والعميل منه والخائن منه. ده موضوع انتهى، ده موضوع انتهى. قصة الان الحملة، الحملة دي يا شعبي يا سوداني عشان القحاط الان مستحيل يطلعوا لك حميته طوالي هناك في جيبوتي، لانه مستحيل، لازم يعملوا لك تيست كده برا، تيست برا ساي، مش تيست يجيبوا لك صور وحاجات يجيبوا لك انه خلاص حميتي بعد اتفاق المخابرات الاماراتيه تقول لي ديلك كده قولوا كده بقولوا كده خلاص الشعب السوداني هنا وثق. بيجي ويقول لك بعد اسبوع يلاقي البرهان، برهان يمشي يقول لك لقيت حميتي اتفقنا، ولانه عشان نرجع الناس ونحن قلنا ومصلحه الدوله، لا دارين مصلحه الدوله ولا دارين مصلحه السودان، تتنحى بس تمش بس تمش بس، لا تفتح خشمك لا تفتح قدومك، تمش بس ولا لف ودوران، تمش بس. الليله لو انتصرنا تمش بس، الليله لو شلت السلاح ونزلت الميدان تمش بس، لاننا بنحتقرك وبنكرهك، لانك انت افسد واضعف واجبن ضابط مره بالقوات المسلحه السودانيه، دي الحقيقه اللي ما بيغلطوا فيها اثنين، انت اضعف ضابط مره بالجيش السوداني ده، مستحيل مستحيل نخليك تقعد عشان بشمت. والله بشمت منه وبشمت فينا الان، عشان انت قاعد هم شمتانين فينا، عشان انت قاعد الان احنا بقينا شماته، الان هم شمتانين بيك انت، الان انت بتسلم فون البلد مدينه مدينه وولايه ولايه. الان طلع قبل المغرب 5 اخبار، ناس يقول لك ماشيين حلفه، ناس يقول لك ماشيين الفاو، ناس يقول لك ماشيين القضارف، ناس يقول لك ماشيين سنار، والكلام ده كله السبب فيه هذا البرهان، هذا البرهان قسما بالله، هذا البرهان كيكل سايق لها 15 تاتشر لفي بها من رفاعه، اول امس اتزوج لفي بها من مكان لمكان، من مكان لمكان، يخش هنا ولا في طيران، طيران نمشي يضرب هناك برا يضرب لجان جويان وغالب ونجيبه كيكل، غيار بتاع الجيش وغرفه بتاع السيطره ما قادر تنتهي من كيكل الحرامي الهنباتي دي، احنا ما دايرينها، غيادة بتاع الجيش ما قادرة تنتهي من كيكل من كيكل دي ما دايرينها، استخبارات غايدة ما قادر يجيبوا معلومات عن كيكل وين، الشعب كله عارف كيكل وين وعارفه بيمشي وين وتحركاته وين، الا انتوا ما دايرينكم، انتوا ما انتوا بالنسبة لنا الان عدو، ودي الحقيقة، ومليون المية الآن فوق السيطرة ديل العدو، ديل العدو، أقسم بالله العظيم حتتفاجأ أنه ديل الأعداء، ديل الأعداء الآن الجوة الجنجويد المسيطرين عليك من جوة، الناس ديل يا جماعة ما عندهم قوة تخليهم يمشوا، ولا عندهم قوة تخليهم ينتشروا، ولا عندهم قوة تخليهم، الناس ديل كلهم بيجيبون بيربطون في الدوشكا أولاد صغار عمر 12 13 سنة مستنفرين بتاعين كنابي وبتاعين وين؟ ديل ما عندهم مغاتلين، المغاتلين الاصليين المهريه وين وين؟ كلهم الجيش انتهى منهم. اولادنا دقوهم، اولادنا عرسوهم عرس. الان ديل الشفع انتصروا على الجيش والجيش يفتح لهم من مدينه لمدينه ومتجولين كوتات كوتات، ويجي يقول لك والله ده دار ينتصر البرهان ودار يصلح، عمره ما يصلح، كذا اللي صلح نفسه خلي السودان، احنا ما دارين نصلحه، احنا اصلا ما دارين نصلح لنا السودان، ده دارين البرهان ده يصلح نفسه، يصلح نفسه. حميتي قال كلمه والبرهان قاعد وكل الضباط الفوق ديل قاعدين، لا شفنا فيهم واحد زين ولا شفنا واحد فيهم يتكلم ولا شفنا واحد فيهم نطق، قال الجيش ما فيه ضابط مالح قاشو، لو في ضابط مالي قاشو زي نميري خلاص هنا انتهوا، الناس ديل هنا انتهوا، ما يعملوا فيها جعجعة ورجال، خلاص هنا الفوق ديل انتهوا انتهوا، ديل كانوا بينكسروا كده بدنقروا كده وبيحيوا حميتي، بينكسروا كده الواحد كده كباشي، لما في كلية الحربية حميتي كان بيرضع في الغنمة، في الغنمة يا حميتي راقد كحت شطر الغنمة وبيرضع،
لما نيجي داخل حميدتي كلهم بيقفوا صف. ديل تاني انت بترجع منهم حاجة يجيبوا لك دولة؟ ديل ممكن يكون فيهم جوا نروح جوا فيهم عسكري؟ ما في. ما العسكري ما بينكسر يا جماعة، كثرة العسكري مرة واحدة. دي الحقيقة الناس تعرفها. نحن دايرين الانتصار يجي، الفوق دايرين يجي اقدم ليه ويستلم الجيش. احنا اصلا مؤسستنا دي ما عندنا معاها مشكلة، ولا عندنا معاها مؤسستنا العسكرية دي بنحترمها ودايرينها تحكمنا ودايرينها مدى الحياة، ولا دايرين سياسة ولا دايرين برا وجوا. زي ما عمل بتاع النيجر دايرين انه يجي راجل كده ضابط ودمقنعة، بيعرف القانون، بيعرف صف انتباه، لا بيعرف برا ولا بيعرف هنا، بيعرف حاجة واحدة، بيعرف الوطن ده خط احمر. التغيير الان مش مطلب، التغيير الان لازم. التغيير الان ما حاجة كمالية، لا لو ما غيرت ما بتنتصر، لو ما غيرت ما بتخلص المعركة، لو ما غيرت ما بينتشروا، لو ما غيرت الطيران الاماراتي ده مقيف، لو ما غيرت الامدادات حتدخل، لو ما غيرت حاجات كثيرة واحتمال يودوك لمفاوضات لو ما غيرتها. يعني التغيير هنا واجب وفرض. التغيير ما حاجة كده نحن دارين حبا في التغيير. لو احنا حبا في التغيير كنا من اول يوم قابلت في الحرب قلنا لبرهان انت ما الراجل اللي بيسوق الوطن، كنا قلنا له، وكان فعلا كلامنا في محله، لانه هو وصلنا مرحلة الحرب دي، والوصلنا الهوان والزول الجنجويدي ده، والوصلنا للحته دي. هو مفروض طوال اول يوم في الحرب البرهان والمعاوز ومرته ديل كلهم برا، استلم الحرب قياده بنسخ فيها. لو احنا اساسا من هواة التغيير من البدايه، لكن احنا قلنا ما مشكله الزول ده ندي فرصه، احتمال الزول ده بالغضب بتاعه والناس ديل دارين غدروا بيه احتمال ينظف لنا البلد من نون، وينظف تاريخه وينظف نفسه، ربنا بيقبل التوبة. والآن هو لو عمل ده نحن ما عندنا معه مشكلة، يقعد في السلطة دي لمن يقول يا بس. احنا ما من هواة التغيير، لكن التغيير الآن واجب فرض عين لأسباب كثيرة، ممكن اديك مليون سبب، وانت اديني سبب واحد يقعد. انا بديك مليون سبب نغير، وانت اديني سبب واحد مقنع يقعد. لكن ما تقول لي اشمل، ما تقول لي احنا لو غيرنا ديلك هم بقولوا خلاص. لا ده ما كده، ده ما الفهم. ممكن يكون عاملين لنا خطه، ممكن يكون لعب عليك انت عشان انت ما تغير، زي اللعب بتاع القحافه زمانك في الكيزان لما يطلعوا الصفحه بتاعت المؤتمر الوطني المزوره، يطلعوا يدعموا بها المواكب حقتنا، يقولوا يلا نطلع كده عشان الناس تقول ديل المؤتمر الوطني عادي. لكن ده ما سبب. اديني سبب قول لي والله الزول ده اشتغل في المعركة، اديني سبب قول لي الزول ده متقدم، اديني سبب قول لي الزول ده انجز، اديني سبب قول لي الزول ده عمل. الانتصار اللي جابوه الجنود بيضيعه هو، الانتصار اللي بيحققه الجيش وهيئة العمليات وابو طيرة هو بضيعه لهم، بضيعه لهم من فوق بعدم المراقبة، بفتح المجال الجوي، بفتح الخرطوم، بفتح الطرق، بعدم التأمين، بحاجات كثيرة. سبب واحد يخلي البرهان يقعد لبكرة ما في. لو قعد لبكرة أصله ما تصيغ بكرة، يقول لك انسحب الجيش من المنطقة ودخلوا، ما تجي بعدين تبكي ويحليل البلد. يحليل ما بتنفعك، ما بتنفعك ولا حتنفعك، لأنه التغيير بيكون فات وقته والكلام بيكون فات ثاني ما بينفع. دي الحقيقة. الآن الشعب السوداني كله يطالب المؤسسة العسكرية أنها تقوم بواجبها والتزاماتها تبع الشعب السوداني. البرهان ده بالنسبة لنا مشكوك فيه، موضوع انتهى، نقطة سطر جديد، لا دارين انه غير، لا دارين انه بديل. شكرا لك، بارك الله فيك. المؤسسة العسكرية، لأنه البلد دي حتضيع، ما حنلقى زود نحاسبه، ما حتلقى السودانيين الان مهجرين بين الصحراء كل يوم ماشيين من مدن ذي كلهم نزحوا بس بالخلة طالعين برا. ناس كانوا قاعدين 9 مليون 10 مليون مفروض انا امنهم زياده، والناس ذي المتجولين وعارفون ولا اي حاجه، بالعكس ساعد في التمدد
ولما ما قدر الجنجويد يدخل اول يوم ساعدوا اليوم الثاني بالغرار انسحبوا. اليوم الاول ما الجنجويد مشى وما قدر يخش، هيئه العمليات مقفل الكوبري وقاعده حارسه ما قدر يخش ودقوا بالطيران وقوات خاصه نزلت. اشمعنا اليوم الثاني فتحوا اليوم؟ لانه تهزموا اليوم الاول، والاتفاق انه يدخلوا مدني. يدخلوا مدني دي انسحب القياده، يتفتح الكوبري، يتعامل اي حاجه. ما 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 في سبب. سبب شفت الان قاعد الزول ده ما في، الزول ده بالنسبه لنا خصم الان. كل يوم بيقعد فيه بيخصم. الان النازل لافين في كل مكان، انت داير تنتهي منهم بالطيران، ما بتنتهي منهم الا تزحف عليهم من كل الولايات، الا امر تحرك لكل الجيوش في كل الولايات. كل الولايات الان تتحرك، ولايه الجزيره كده انت ممكن نقول داير تحدهم وما حيحموا لك الولايات وما حيمشوا، لكن بتتفرج. جو ماشيين حرفه، الحق ماشيين الفاو، الحق القضارف، وهون ما تعمل لهم 200 تاتشر. شنو يعني؟ ممكن تخليها قبل تحدها، تجيب جيشك يضغط كل مره الجيش متقدم وانت ماشي، متقدم من جميع الاتجاهات في زمن واحد. حيتوزعوا عليكم الناس الجوه ديل، حيتوزعوا ناس، حيجيبوا الجبهه بتاعت الشرق، ناس الجبهه بتاعت الغرب، ناس الجبهه بتاعت الجنوب، ناس الجبهه بتاعت الشمال. حيكونوا ضعاف. الناس اللي في العلفون القاعد في المعسكر بدل يقعدوا في الخلا ويقعدوا ساي ياكلوا ويشربوا، اقول لهم تعالوا اقطعوا الطريق كوبري سوما الجو الخرطوم جوا والبرا كده انت انتهيت. لكن الكلام ده منو بيعملوا؟ زول فاهم، بيعملوا زول راجل، بيعملوا زول ما عنده زول بيملي من برا، بيعملوا زول حر، زول عارف وطن يعني شنو، زول ما اكل الحرام، زول ما شاف الجنجويدي بيختصم الحراير وسكت، زول ما بيتذلل يا حميدتي، ده بيعمله. لكن برهان بيعمل لك ده؟ ما بيعمله. ده برهان ما بيعمله ولا حيعمله لك ليوم الدين، ودي الحقيقه. دي الحقيقه للاسف، دي الحقيقه. الحاجه دي انا بقول لك الحقيقه، بعد الحصل في اهلنا ناس الجزيره ثاني ما بصدق برهان، ولا بثق في برهان، ولا بثق في غايه جايبه برهان. لانه بتلفون مهما كانت المعركه وجيشك منتصر ما تضمن انك انت منتصر، ممكن بتلفون انتصارك ده يتحول لهزيمه. انتصارك ده يتحول لهزيمه. يا اقسم بالله العظيم المعركه بتاعت الجنينه، الجيش كان عنده كرت بتاع ضغط كبير جدا. الجنجويد ديل الناس اللي في الجنينه كلهم اللي ما تابعين ل الحواضن بتاع الديل طلعوا مشوا تشاهد اللي بيجوا منه الحواضن بتاعت الجنجويد وقاعدين معه. الغايد بتاع الجيش الشهيد اللي استشهد بعد داك، بعد ما قال لي انسحب قتلوه داك، شنو داك هددهم قال لهم احنا عندنا ذخيره وعندنا، لكن شوفوا اسلمكم ما بسلمكم، قسما بالله حلف لهم قسم، قال لهم تهجموا انتوا واهلكم بردمكم باهلكم بشوتكم برا. اقسم بالله العظيم الجنجويد ديل قاعدين يدقوا اليوم الاول في الخور دق العيش موت بالالاف، تاني ما هجموا لحد ما جات التعليمات من فوق انسحب. لكن الجيش في الجنينه كان عنده كريت، لانه ديل قاعدين مع الحواضن حق، واي زول عارف ناس الجنينه عارفين الكلام اللي بقول فيه ده. كان الجيش منتصر عديل وداقيهم وما بيقدر يهاجموا، لانه الجيش عنده دبابات، عنده مدافع، عنده سلاح بيضرب في الحواضن. حواضن اهلهم كلهم اولادهم وامهاتهم حيموتوا. وقفوا. اتدخل الوالي واتدخل الهناي، بعد شويه قال انسحب، انسحب دفع ثمن الغايد. دفع ثمن الغايد. حتى انسحابه ما في طياره حمته. ولا في حد، بس قال لي اطلع سلم نفسك، كانه قال له اطلع موت. اطلع موت، قال لي اطلع موت سلم نفسك. دي الحقيقة. دي الحقيقة. الضعين نفس الشيء. الضعين نفس بالكربون. الضعين عندهم اهلهم وقال بيضاربهم وبضارب اصله، قال لهم بالفرتقة. بالفرتقة عديل الضعين دي. والله اتدخلوا بالتلفونات وطلعوه وعملوا لك مين؟ المات فيهم مات والحية حية. ودي الحقيقة.
يعني الجنجويد ديل بينتصروا والله الا بناس الحسيني وبرهان، والله غير الحسيني وبرهان الجنجويدي ما يخش لمدينه. الفاشر دي والله العظيم قال لهم انسحبوا، لكن الحركات المسلحه عارفه وطلبوا منا انها تتنازل عن الفاشر لكن رفضت. اتصلوا بعبد الواحد جابوا كل الحركات الان اتكومت في الفاشر، لانه عارفين لو فقدوا الفاشر وداه لدوله الجنجويد ثاني ما بيلقوها، وقسما بالله ما بيلقوها ما بيلقوها. عاقلين جو وقفوا وقالوا ما في مدن الجزيره بديل 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 بتاع تفاوض لدارفور، دي الحقيقه سلموها ليه بديل بديل عشان يقدروا يضغطوا بيها عشان يعملوا بيها بنغازي، دي الحقيقة. ما في سبب يا هذا السبب، يعني مدن الجزيرة سلموها ساي؟ لا، سلموها لأنه دارفور استحصل عليهم، لأنه دارفور فيها حركات مسلحة وقفت حمل الفاشل، لكن هنا ناس مدني عندهم جونة مسلحة، عندهم سيشاي مسلحة، عندهم حفلة مسلحة، عندهم برمودة مسلحة، عندهم صياعة مسلحة، لكن ما في زول كان واعي ولا عارف انه مدن الان بتتباع لولايه الجزيره. والجزيره تمن، الجزيره ما جاء ساي صدفه مع التفاوض، ما صوت كله مبرمج، انت الوحيد اللي بتعرف اخر زول. انت الوحيد اللي بيكلموك بعد ما انتهوا، القحاطي عارف الحاصل. القحاطي عارف الحاصل، امسك مني، وبرهان عارف الحاصل، وكباشي عارف الحاصل. والحركات عارف الحاصل. كلهم عارفين انه والتمرد عارف الحاصل. في النهايه حمدتي ويجيبوا لك عارفين انه مدن دي الان فضوها، لانه مدن دي لو شفت الجنجويد ده حلم، لو دارين امنوها بنفس تامينتها، التامين اللي كان فيه الارتكازات في البدايه بهنا شرق النيل وغرب النيل، اقسم بالله ما يخش عليهم الدين. الجنجويد لو ما انسحب الجيش ما بيخش مدني ولا بيقدر يمشي في الطريق ولا بيقدر يمشي. الجيش انسحب فتح له الطريق، اداه مجال انه يمشي يحصل مدني. لما نوصل مدني انتصر الجيش في الاول، ما قادرين يقولوا انسحبوا. لما دقوا شويه قال لهم افتحوا 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 شنو؟ افتح شيل الحاويات. ليه؟ ليه يشيلوا الحاويات؟ عشان يدخلوا اسيادهم، لانه في تعليمات انه البلد دي سلموه، في تعليمات انه المدن تتسلم. دي ما ولا دار اللي البسخ في برهان بعد سقوط الجزيرة، والله ده ما يفهم حاجة، والله يقول لك ما في خيانة، ولا يقول لك سقطت رجالة، ولا يقول لك الجيش ما عنده كذاب. هذه لك هيئة العمليات قاعدة للآن، هذه لك البراون قاعدين للآن. القصة ما تموين ولا تشوين ولا سلاح، القصة تعليمات 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 عديل تعليمات. انسحب انسحب، الضابط بتاع هذا العمليات ما بينسحب، ينسحب يخلي اهله، يخلي ناسه، يخلي جماعته ساي بس كده يطلع بس عشان دارين يسلموها. ما بينسحب ما بينسحب ما بينسحب، حتى لو كلفوا عمره، لو كلفوا حياته، ما بينسحب ما بينسحب. مستحيل يمشي يخلي اهله، الناس قاعدين ومحتمدين واللوسر قاعده والناس كلهم خلاص انتصروا وطلعوا احتفلوا مع الجيش والبلد كلها جيش والشرطه وكل حاجه. مستحيل يجوك ثاني يوم يقول لك والله دير فتحنا اليوم بدون طلقه، والله معركه ما دارت، والله طلقه ما تفكت، والله العظيم طلقه ما تفكت، والله جثه في الواطه ما في، والله ما في حاجة، والبس دخلوا كده وساي دخلوا مشوا شالوا السلاح وفتحوا صور وجابوا لك قدام عين تانا جاسق والدينا. اقول لك تقول لي والله نخليه يصلح، يصلح شنو؟ هو صلح وشنو عشان نخليه يصلح؟ ما صلح حاجة، ده بخرب ده بدمر. عشان كده التغيير 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 التغيير. يوم واحد المقاومة الشعبية لازم كلمتها في التغيير، كلمتها واضحة وصريحة، تغيير. لا تقول لي والله قريبنا، ولا تقول لي برهان ده من منطقتنا، ولا احنا جماعتهم بندافع، اللي بتدافع عن وطن انت طالع تغاوم، ما طالع لغايت ولا طالع لبنادم، انت طالع لوطن.
طالع لتدعم بلدك، طالع ما طالع داعم لك غايد. الغايد ده السودان ده اكبر من برهان، اكبر من كباشي، اكبر من العطا، اكبر من ابراهيم جابر، اكبر من الحسين، اكبر منه. ده السودان، ده السودان. ما تحصل ليه السودان ده في زول، ولا تحصل ليه المؤسسة العسكرية في ضابط. لا، المؤسسة العسكرية دي مؤسسة الوحيدة المبتذلة البديل منه، المؤسسة الوحيدة المبتذلة البديل منه، لأنه بديل جاهز بالدستور والقانون، بديل جاهز بالدستور والقانون. ثلاثة يتغيروا في ثلاثة يوم، أربعة يتغيروا في ثلاثة يوم، بتاع حياة الأركان، البشير، عبد المعروف، زين العابدين، ابن عوف، يتغيروا. حصلت مشكلة في المؤسسة، اختلت المؤسسة. لا، ليه السبب؟ لأنه دي بديلة بالدستور القانون، لأنه ناس عمر زين العابدين وطنيين أكثر من البرهان، لأنه ابن عوف وطني أكثر من البرهان، لأنه كمال عبد المعروف وطني أكثر من البرهان. البرهان ده اللي قال بيزا وقعد يرضع فك البيزا ادي الطفل المعاد فك البيزا ادي الطفل بس ماسكها وشيل في شنو يا اخي. انت فشلت براك، مفروض تعرف نفسك ما عندك حاجه، فاشل امش ما داري لا كذب وطلص. انت فاشل تعرف فاشل. مفروض حميتي ده من الايام الاولى 2019 تنتهي منه. لو انت فعلا داير وطن 2019، لو انت فعلا ضابط بتاع جيش ودائر مصلحه الوطن 2019، حميتي ده كان يتبلى. 25 تاشر ما عارفين البحر بيبين ولا عارفين ام درمان بيبين، اقسم بالله لو دار تركبهم كنت ركبتهم زمان. لكن انت بقيت لهم حصن منيع، انت اللي كبرتهم، انت اللي خليتهم بيجوا فوق، خليتهم نقلوا الناس، خليتهم دمروا البلد، خليتهم يتمكنوا، خليتهم عرفوا، هديتهم الضباط، الضباط اللي بيشيلوا بشيلونهم، شيل الضباط ديل تشيلهم بهنا يركبون بهناك. وقعدت تتفرج على الجيش لما وقعتوا الواطة، لما قامت الحرب ما عندك سلاح. الجنود ديل والله بالرجال حاربوا، الواحد بيخطوا له في بداية الحرب 7 طلقات. شهود عندنا. دي انت سويت وانت في الجيش المقعدك شنو للان؟ السبب اللي بيخليك تقعد للان شنو؟ مقعدك فهمك، رجالتك، حبنا ليك. ما عندك حاجه يا برهان، انت مفلس، انت املط، ما عندك اي حاجه، انت الان فاقد اي حاجه. لا تملك لطحتي، ما بتملك عشان طحتي، ما عندك حاجه. انت الان ما عندك شيء، انت ما سويت حاجه عشان تدفع عليك، ما عندك حاجه تقعدك، ما عندك شيء تخليك الان موجود. دي الحقيقه. انت دار تقعد بالمجتمع الدولي، واحنا بنقول لك طز فيك وفي المجتمع الدولي. ما في مجتمع دولي بقعدك في السودان ده، والله العظيم نجعك البحر للسماء. مجتمع دولي بقعدك في السودان ده والله كذاب، والله ما تقعد للمجتمع الدولي ولا تقعد بجوتيريش ولا غيره. انت ما عملت لك حاجه تقعدك في الكرسي، الكرسي اللي قاعد فيه ده ما مليته، ما قدمت حاجه للوطن. للاسف انت خصم على المؤسسه العسكريه، لوثتها ونجستها، ودي الحقيقه. خليت رقد باهته الشعب السوداني ده، لو ما واعي والله ممكن كان يكرهها بسببك، لكن لأن الشعب السوداني ده واعي. قدر ما عملت عشان نكره المؤسسة، الشعب متمسك بها. قدر ما سويت وسحبته، نحن متمسكين بها. مؤسستنا دي ما بنبعد منها، أصلا ما بنبعد منها، وبنغيرك انت. انت الكلمة الشاذة الآن مؤسسة عسكرية برهان، الكلمة الشاذة برهان. شعب مؤسسة عسكرية برهان، الكلمة الشاذة شنو؟ برهان. برهان انت مش طوالي، ما عندك حاجة برهان تشفع لك، ولا عندك حاجة يدافعوا لك بيها، ولا بيدافع لك ده طبال، ولا عندك حاجة عشان تقنع بها الناس عشان نجي نكلمهم يا جماعة تعالوا اخلوا برهان، اقول لهم شنو اخلوه يقعد ليه؟ ما عندك حاجة. الان انت برهان كملت فرصك، الان بالنسبة لنا ما مرغوب فيك،
تمش خلاص تسلم المؤسسة العسكرية اللي انت بتتكلم بها وبتتاجر بها دي سلمها لي راجل ماسكنا لك كم سنة 4 سنة ومؤسستنا ونحن لازم والمؤسسة دولة. انت يا ريت لو كنت انت بتعمل احنا الشعب السوداني اللي كان بينه وبين المؤسسة والمشاكل برضو رجعنا ليه ومقتنعين بها وواثقين فيها. يا ريت انت لو كنت بتغيمها زي الشعب السوداني مؤسستك العسكرية. يا ريت يا ريت لو كنت عندك لا تغييم 1%. انت كان سواقك جنجويدي، حرسك في بيتك جنجويدي، حرسك في المكتب جنجويدي، شدت ما بتثق في الجيش، ودي حقاي. تقعد احنا قاعدين برا السودان، احنا متابعين المشهد ده من قول التيب صفارة الحكم لليله، 5 سنة نحن اي صغيره وكبيره حافظينها وعارفينها وما في حاجه. انت بالنسبه لنا اديناك فرصتك. في بداية الحرب مستحيل كنا نقول امشي، كنا دارين انك براك تعملها وما عملتها اقعد، لكن صلح بدل غير شخصيتك توب استغفر الله. دماء الشباب اللي استشهدوا في فضيتوا الاعتصام وجيت تكذب، احنا كنا اجازة اديتون اجازة وركبتون كذب وطلص ونفاق، ما حميت اعراض البنات، خير البنات ما خليتوا نختصبون التشاديين والنيجرين والماليين قدام حرمات القيادة العامة. والعذر احنا كنا معجزين، بعد ما عجزت ما جيت لقيتهم هديل عندنا فيديو ننزله لك تشوفون، تشوف البنات اكثر من 35 بيت انتحرت، لقيت نفسها حامل من تشادي ونيجر انتحرت. انت ما المفروض تكون قاعد، احنا جاملناك وسامحناك وقلنا نختمش تسوق احتمال ربنا يجعل فيك الخير، لكن لقيناك يا هو سبحان الله ما بتتغير ولا أضامة بتزيد فيك، ودي الحقيقة برهان. انت دار تقعد فتوة ورجالة وكذب ما بتقعد، لكن رجال مننا زمانك بتخوفنا بحميدتي والجنجويد، الان بتخوفنا بمنو؟ ما عندك حاجة، زمانك بتخوفنا بالجنجويد، الان بتخوفنا بمنو؟ بتخوفنا بمنو؟ قول لنا. انت جبت ودخالك عنام مسكته الشرطه، اول واحد باعه جرى ده ودخالك جبته انت، ده تعيينك انت، انت ما بيجي منك الا الشر، ما بيجي منك الا الشر. اول واحد سلم السلاح لحميدتي وقام جاري، انت ما عندك حاجه قايدك في الكرسي ده، انت مشبوه، انت حوالينك شبهات، ودي الحقيقه. الجيش يقوم بالتزاماته، برهان ده ما عاد الرجل الامثل لقياده المؤسسه العسكريه ولقياده الدوله السودانيه، برهان رسب، برهان سقط، برهان فشل، برهان ما قدم، اللي بيشفع له عشان يقعد. دي الحقيقه. ما عندنا لك حاجه، كل يوم تندقى. يا انت يا نحن، كل يوم تندقى، لاننا نحن بندفع ثمن وانت بتسفر اهلك. احنا بندفع ثمن وانت بتسفر اهلك، احنا بندفع ثمن وانت عندك قصور برا واخوانك ماسكين القروش وسارقين البلد بهناك، حراميه قاعدين في الامارات، ده من هو اخوانك؟ واحد كان قاضي استغل عامل له صرافه، جابها من وين؟ جابها من وين الصرافه؟ من وين عملها؟ قروشنا، حقنا، حقنا نحن، بنخليك والله ما نخليك، ورب الكعبه ما نخليك، ورب الكعبة يا برهان ما نخليك، لأنك أنت ما أرجل مننا ولا بتقعد بالرجالة ولا في زول بقاعدك في الكرسي ده ولا في جهاز أمني بقاعدك ولا في ضابط بقاعدك، بنشيلك قصبا عنك لأنك أنت فاسد وأنت ملك الفساد وأنت الغننت الفساد في الدولة السودانية. دي الحقيقة. بلاش كذب وبلاش دفندقين وبلاش كلام فاضي وبلاش ملحسة. يلا يا برهان انقلح طوالي برا، ما دايرينك، ما دايرينك اتحداك، جيب لنا واحد من نصرتك قاعد في السودان، جيب لنا واحد بس جدو البرهان قاعد ما في كلهم. يلا يلا امشوا امشوا سرعه، يلا امشوا. ليه الشعب السوداني مش وين؟ ايه مش وين الشعب السوداني؟ ايه مش وين؟ طلعت ميتين والله يطلع ميتينك وميتين العلمك، لانك انت ما عندك دين ولا عندك اخلاق ولا عندك حاجه، عشان كده تنش بس، ما عندنا لك خيار، اصله ما عندنا لك، ولو قعدت والله الشعب كله، انا بقول وبتاع شويه الشعب كله بقول، لانه دي الحقيقه. اي سوداني متغطي بالبرهان والله عريان ينفكه،
قسما بالله عريان انفكوا. المتغطي بالبرهان عريان انفكوا. ده ما شوف اقسم بالله تثق في الشيطان ما تثق في البرهان. الشيطان ده اثق فيه لكن البرهان ده ما تثق فيه. اديني دليل واحد خليني اثق انا. اديني كلمتين ما في. فتشنا ما لقينا. فعملنا ما لقينا. الزول ده ما عنده حاجه كذاب. الزول ده لقى له فرصه تاريخيه. الزول ده لقى فرصه ممكن يطلع فوق السماء ما داي. الزول ده ما عنده. الزول ده داير يحكي من رجاله. الزول ده عليه حاجات ما بيقدر يتحرك. الزول ده مكبل القوات المسلحه. الزول ده مأخر انتصارنا. مأخر انتصارنا عديل مأخره. مأخر الانتصار. الزول ده بفتش في المساومه بفتش في الحلول من جده ليه كينيا ليه الناس اللي نبذوه الناس اللي هانوا ما شرك عليهم. الناس اللي قالوا عليه فاشل ما شرك عليهم. الناس اللي قالوا عليه ما مدمر الدولة ما شرك عليهم. الناس اللي قالوا عليه ما يسوى حاجة ما شرك عليهم. ده دمر هيبة البلد. ده دمر أي حاجة تتدمر. دي حقيقة. كينيا هانته. أثيوبيا هانته وزلوه. الأمارات هانته وزلته. خط السفير 5 كيلو ما قادر يفتح قدومه يطرده. التشادي طرد ناسنا ما قادر يطرد تشاد من هنا ما قادر. ليه؟ لأنه محرك الأماراتي ما يقدر يلف جاي ولا جاي يفتح قدومه بيكشفوا له سيدي هاتوا العفن. دي الحقيقة. انت زول عندك حاجات ما احنا ما دايرينك. ارحم والدينا الله يرحم والدينك. انت احنا ما الشغلة ما لزقة. انت ما قدمت حاجة. انت ما عندك حاجة. انت ده بتحكي من الرجالة ده بتحكي من السرفقة ده بتحكي من بالكذب سايب ما دايرينك. شيل معاك مالك عقار وشيل معاك الدنب بتاعتك ده. نحن ما طايقينكم. خلاص الثقه بيناتنا اتفقدت. الشعب السوداني بيحصل مرحله حتدمروا البلد انتم ما نحن. لان الشعب السوداني طالع واحد واحد لا بعين لي فوق لا بعين لي تحت بعين لي وطن بعين لي شرفه بعين لي عرضه. انت داير تخلي البلد واحد ابعده ارحل. دار انت عملوا فيها ما تطلع ما تطلع ومقعدينك بالرجاله. والله العظيم والله تندم. انا بقول لك والله تندم. والله لاننا احنا ما عندنا حاجه نخسرها. خسرنا كل حاجه. حتجي انت تقعد لنا قدام كده والله نبل لك ونركبك قسما بربي الذي خلقني قسما بربي الذي خلقني قسما بربي الذي خلقني. نجيكم في السماء والله اهلك في مصر نمشي لهم في السماء اللحور نمشي لهم في ميتين نصروا. لكن ما بتقعد تحكيم البلد دي تاني. كفايه اللي عملته عليهن في الجزيره سلمتهم تسليم مفتاح وقاعد فوق فاكرنا نحن شعبي بليد. والله ما نغفر لك يا برهان. وقسما بالله العظيم يا برهان ما نغفر لك. وقسما يا برهان ما نغفر لك. لانك انت ما زول ولا عندك قيمه ولا عندك حاجه تقدمها لنا نحن تاني. احنا بالنسبه لناس الجزيره انا بتكلم نيابه عنه وانت بالنسبه لنا خاين. خاين وعميل ما اكثر. انت بالنسبه لنا جنجويدي. دي الحقيقه تفهمها في راسك. انت جنجويدي. انت والله ما تسوى حاجه. انت ما عندك اي حاجه ولا يوم من الايام ممكن تمثلنا. ولو المؤسسه خلت برهان قسما بالله نكفر بها. قسما بالله المؤسسه العسكريه تصر عليك انت قسما بالله نكفر بها. ما منزله من السماء. كلامنا واضح. المؤسسه العسكريه تعزل البرهان الليله قبل بكره. لانه احنا البرهان ده قرصنا منه زي الجنجويد. برهان ده دمر حياتنا. دمر اهلنا. هجر اهلنا. هجروا اكثر من 18 مليون 18 مليون اغتصابات شغاله مكنهم من الجزيره بمكن فيهم في مدن عديل كده بسلم فيهم بدمر في حياتنا مشارينا تحت الجزيره اللي كان بتاكل السودان بيخرب فيها. ده دول دار ينتقي ما دار ابني. ده دار يدمر ما دار يعمل له طوفه لقدام. تفتكر ده ابن خليه وتجيني تقول لي ده الرئيس ونقول طص في اي زول بيقول ده الرئيس. طص في اي زول بيقول ده يقف. طص في اي زول بيقول البرهان هو شرعي الان. برهان فقد شرعيته. فقد شرعيته عديل. فقد شرعيته رسمي وشعبي. رسمي وشعبي فقد شرعيته. دي الحقيقه. عشان الناس ما تقعد تلف وتدور والناس تقعد تكذب والناس تقعد تجامله يقول لك برهان. برهان بالنسبه لنا عدو.
بيقول برهان العمل فينا، والله العظيم ما في حاجه سيما معلش، ولا في حاجه سيما باركوها، ولا في حاجه سيما يقعد افضل له ويشرد. الحاجه اللي بتحله مننا يشرد، غير شرط والله ما عنده حلل. دي الحاجه اللي بنوصلها له، ولا بنجامي، لا بمشي اقول الصادق كعب، ولا بقول ابراهيم جابر كعب، ولا بقول بتاع، بقول برهان الكعب، برهان الكعب، برهان الكعب. ناس تفهم برهان الكعب، لا في زول بينسحب بدون فوق، ولا في ضابط بيقدر ينسحب بدون فوق، ولا في ضابط بخالف تعليمات. لا، الضابط بخالف تعليمات بده طلقه. الزول الضابط ده لو كان خالف تعليمات كان زمانك شفته مات وده طلقه. طالما عايش معناته برهان الغلطان، طالما عايش معناته الغلطان برهان. دي الحقيقه، عشان ما يغشوك وتحقيق، وداك باع، الباع برهان والبايع برهان، وهو اللي بيحرك، وهو ما داير، وهو العدو بتاعنا الحقيقي مع الجنجويد ديل، وياهو حامل قحاطه ومانع الغوانين ومانع اي حاجه. يا اخي بيحاسب لنا احمد الضي، بيطلع لنا اللي صلاح سنداله، وناس خالصينك اللي بينبذوا يومي، وياسر عرمان ما شايفون، ناس جحفر اللي بيقولوا يا الحرب يا اللي طاري ما شايفون، ناس شوقي بصلعة ما شايفون. ودارنا احنا خلاص رحنا، حسب لنا احمد الضي وحسب لنا بقاله، هاي اديتنا خلاص. لا لا معلش، عشان كده برهان ده يسقط، برهان يسقط ما في. واحد واحد، مقاومتك الشعبية شارعك. الله يديكم الصحة والعافية.